السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نعطيكم واحد الساندويتش رائع بطريقة يعني جميلة جدا وبسيطة ولذيذ 100%. أولا وقبل كل شيء عندنا الشعرية الشينوا، ها هي هذه اللي كتعرفوا دائما اللي كنخدموا في البسطيلات، كنرقدوها في شوية الماء بارد، عاد غادي نطيبوها إن شاء الله ونسقطروها مزيان من الماء. عندنا باكية صغيرة، عندنا 3 المعالق كبار ديال الجبن مع لاصوص طوماط، لاصوص طوماط ديال البيتزا. عندنا هنا طون بيض، وعندنا طون حار، وعندنا ان شاء الله نص كيلو ديال الفورس، عندنا 60 غرام ديال الزيت، وعندنا 60 غرام ديال السكر، عندنا الخميره ديال الخبز حبيبات تقريبا واحد 15 غرام، وعندنا واحد 10 غرام ديال الملحه، وعندنا البافو كما كتعرفوا البافو هو هذا ان شاء الله. هادو هما المكونات ديال الوصفه ديالنا اللي غنقدموا لكم اليوم. غادي نعجنوا العجينه ديالنا هي الاولى ونوجدوا الحشوه حتى هي ان شاء الله. ناخذوا الفرص ديالنا نديروه في لاماشين يعني باش نعجنوا هاد العجينه، شويه ديال السكر، الزيت، ونديروا الملح ان شاء الله، الخميره والملحه، نجيبوا شويه د الماء يكون يعني ديال الروبين العادي لان سخون الحال. نبداو نعجنوا العجينه ديالنا، عجينه ما تكونش قاصحه، ما تكونش رطبه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف باش نتحكموا فيها مزيان. نقطعوا العجينه ديالنا على شكل كريات، نوجدوا الحشوة ديالنا، طون ديال الزيت والطون بالحر، وغادي نديرو هاد الجبن ها هو، ونديرو معاه شوية ديال لاصوص طوماط، نخلطو الجميع بحال هكا ونتسناو هاديك الفيرميسيل طيب لينا، كيجي رائع رائع يعني مذاق ممتاز ان شاء الله. هنا كنسرحوا العجينه ديالنا على شكل دائري بحال هكا، كنعطيوها فورمه دائريه بحال هكا ان شاء الله. نكبروها شويه باش حيت غادي نجمعها يعني باش تجي على شكل مثلث تقريبا. بحال هكا ان شاء الله نديرهم كلهم بحال هكا ونحطوهم ها هما، وهكذا حتى نكملوا العجينه ديالنا كامله. كنقطعوا ان شاء الله هذا الفيرميسيل ديالنا، كنصغروه باش ما يجيش طويل. غادي نخلطوه مع الخليط ديالنا ها هو، كيجي لذيذ رائع بمعنى الكلمة. ونحاولو نقطعو مازال، كنديرو إن شاء الله العمارة ديالنا وسط الوسط، كتكون عمارة شويه يعني كثيره ماشي قليله. وكنجروا هاد الجناب ديالنا بحال هكا باش تسد لينا هاد الشوسون اللي غادي تجي على شكل شوسون ان شاء الله. غادي نضغطوها مزيان باش تشد مزيان، هنا كنضغطوها مليحه باش تسد لينا مزيان، لان السده ديالها مهمه باش تكون مسدوده مزيان. هنا كناخذ واحد البيضه يعني كنخلطوها مزيان، كندهنوا الساندويتش ديالنا من الفوق بالبيض،
هادو سيدي الساندويتش يعني رائعين. كناخذو شويه ديال البافو. كنرشوه بشويه ديال البافو من الفوق بحال هكا. غير شويه ما تكتروش. كنديرو فيه شي تقيبات. وندخلوه للفران ان شاء الله درجة الحرارة 180 درجة. هنا كنقطعو الفرماج ديالنا شرائط. كنحاولو نديرو فوق هذا باش ما حدو سخون ملي خرجناه من الفران باش يلصق فيه مزيان. ان شاء الله بحال هكا. مرحبا بكم، هادو هما لي ساندويتش ديالنا اللي صوبنا لكم على هذا الشكل ان شاء الله بالفرماج من الفوق وشويه ديال القطيرات ديال لاصوص طوماط. كتجي رائعه، نتمنى لكم تجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم 100%. نتمنى لكم كل التوفيق والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.